النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اورجانوميتاليك كومباوندز. والاورجانوميتاليك كومباوندز دي مركبات مهمه لانها بتدخل في تصنيع كتير من الادويه والبوليمرز والمنتجات البتروكيميكالز. الاورجانوميتاليك من اسمها فاكيد ان في ميتال مرتبط مع اورجانيك كومباوندز، يعني لازم يكون في كربون ميتال بوند. من اكتر المعادن المشهوره في تكوين الاورجانوميتاليك كومباوندز هي الليثيوم والصوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، الالومنيوم والكادميوم والايرون والزنك والميركوري. تمام، لو حبينا نعرف general properties of organometallic compounds فالخواص الكيميائية والفيزيائية للمركبات دي هتعتمد على the degree of ionic character بتاعة الكربون ميتال بوند. تمام، احنا عارفين ان مثلا لما يكون عندنا functional groups زي كربون متصلة بأكسجين او كربون متصلة بنيتروجين او كربون متصلة بهالايد، تمام، فاحنا عارفين ان الكربون هنا متصلة بالكترونيجاتيف اتوم، مور الكترونيجاتيف اتوم، فالكربون بتشيل بارشيالي بوزيتيف تشارج، والاتوم التانية المور الكترونيجاتيف بتشيل بارشيالي نيجاتيف تشارج. لكن لما يكون عندنا كربون ميتال بوند ففي الغالب الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الميتالز بتكون اقل من الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الكربون، وده معناه ان الكربون في الحالة دي هتكون شايلة بارشيالي نيجاتيف تشارج والميتال هو اللي شايل بارشيالي بوزيتيف تشارج. تمام، فاصبح في الاورجانوميتاليك كومباوندز الوضع مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. اصبح الكربون عليها partially negative charge وعندها nucleophilic character. تمام، فلما تدخل تفاعل هي النيوكليوفيليك سنتر اللي بنتكلم عنه. تمام، طب احنا قلنا ان الخواص الكيميائية والفيزيائية بتاعت المركبات دي بتعتمد على الديجري بتاعت الايونيك كاركتر بتاعت الكربون ميتال بوند. كل ما يزيد الالكتروبوزيتيفيتي بتاعت الميتال تكون الايونيك كاركتر بتاعت الرابطه دي اعلى. تمام، وبالتالي تكون الرياكتيفيتي بتاعت المركبات دي اكتر. تمام، طبعا الكربون الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها 2.5، واغلب الميتالز بيكون الالكترونيجاتيفيتي بتاعتهم اقل من 2. تمام، فهنا طبعا بيكون الكربون هي النيوكليوفيل او النيوكليوفيليك سنتر الموجودة في الرابطة دي. تمام، من اشهر الامثلة المعتادة في الاورجانوميتاليك كومباوندز الاورجانوليثيوم، وده رياجنت بيستخدم في الاورجانيك سنسز، وطبعا جرينيرد رياجنت كلكم عارفينه. تمام، وعندنا اورجانوكوبريت اللي بنسميه جيلمان رياجنت. هنلاحظ كمان ان الالكايل ليثيوم بتكون الايونيك كاركتر بتاعتها اعلى من الجرينيرد رياجنت، تمام، اللي هي مع المغنيسيوم، صح، وطبعا اعلى من الكربون الومنيوم بوند. تمام، وده بسبب ايه؟ بسبب ان الميتال كربون بوند للاليمنتس اللي موجوده في الرايت بتاع البريودك تيبل بيبقى الكوفالنت كاركتر للبوند هي الاعلى. تمام، عشان كده هنلاقي مركبات زي الاورجانو سيليكون مثلا بنلاحظ ان هي مور ستيبل تجاه تفاعلات كتيره بخلاف الاورجانو ليثيوم والجرينيرد ريجنت بتكون مور رياكتيف بسبب طبعا الكوفالنت كاركتر بتاعه الكربون سيليكون بوند. طيب لو حبينا نعرف ازاي هنحضر الاورجانو ميتاليك كومباوندز في ثلاث طرق مشهورين للتحضير. اول حاجه في طرق بتتضمن استخدام الفري ميتال، تمام، وفي طرق تانية بنستخدم فيها الميتال سولت، وفي طرق تانية بنحضر الأورجانوميتاليك كومباوند من other organometallic compounds of the same metal. تمام، بنسميها انتر كونفرجن ميثود. فلو خدنا النموذج الاولاني اللي هو senses from elemental metal فدي بتتضمن اربع طرق، هناخد منهم طريقتين او ثلاثة هنشرحهم وبعدين ندخل على الميثودز التانية ان شاء الله. اول طريقة ان احنا نستخدم الميتال نفعله مع اورجانيك هالايد، ودي طريقة شائعة طبعا في تحضير جرينيرد ريجنت والالكايل ليثيوم، بيكون تفاعل بتاعها ميتال زائد ار اكس بيدينا الار ام اكس. تمام، تاني طريقة بتكون ميتال هيدروكربون رياكشن،
ودي زي اللي بنستخدمها في تحضير السايكلوبنتاداينايل صوديوم. وفي الحالة دي بنكون بنفعل الميتال مع هيدروكربون، وبتكون الهيدروجين الموجودة فيه سهل خروجها، وبيبتدي الميتال يرتبط بالكربون وبتخرج الهيدروجين من مكانها. تمام. اما النوع الثالث من التفاعلات اللي بنستخدمها في تحضير الاورجانوميتاليك كومباوند، فهي ان احنا نفعله مع كربونايل كومباوندز ويكون ميتال كربونايل. واخر نوع في المجموعه دي من الميثودز ان احنا نفعل الميتال فيبر باستخدام هاي فاكيوم وهاي تمبريتشر. تمام. هناخد اول نوع نتكلم عنه اللي بنفعل فيه الميتال مع الاورجانيك هالايد. الطريقه دي اللي احنا بنستخدم فيها الميتال مع الاورجانيك هالايد، على الرغم ان هي مش ابلايد لكل الميتالز، لكنها واحدة من الفاندامنتال ميثودز اللي بتستخدم في تحضير الأورجانوميتاليك كومباوندز، وده الجنرال إكويشن بتاعتها. تمام. وأكتر ميتالز شائع استخدامهم في الطريقة دي هي الليثيوم والمغنيسيوم والزنك. وبنستخدم الداي إيثايل إيثر كسولفنت لأنه طبعا إنرت وسلايتلي بولر، فبيدوب الأورجانوميتاليك كومباوندز. ولازم طبعا واحنا بنحضر نتجنب وجود المويستشر والاكسجين والكربون دايوكسيد، علشان طبعا الاورجانوميتاليك كومباوندز ممكن تتفاعل معاهم. وده بيتم ان احنا نستخدم انرت اتموسفير زي النيتروجين او الهيليوم اثناء ما احنا بنعمل التحضير. تمام. فادي المعادله الاولى لتحضير الميثايل ليثيوم. بنجيب الميثايل بروميد، ادي الالكايل هالايد بتاعنا، بنجيب الميتال اللي هو الليثيوم في وجود الداي ايثايل ايثر كسولفنت، على طول بيكون لنا الميثايل ليثيوم والليثيوم بروميد. تمام. والتفاعل الثاني بنحضر فيه جرينيارد ريجنت، فادي الايثايل بروميد مع المغنيسيوم برضو في وجود الداي ايثايل ايثر، بينتج لنا على طول الايثايل مغنيسيوم بروميد. تمام. في شويه ملحوظات اثناء اجراء التفاعل، ان الرياكتيفيتي اوردر بتاع الهالايدز بيكون الايودايد وبعديها البروميد، بعدين الكلورايد، بعدين الفلورايد. الالكايل فلورايد ما بيتفاعلش مع الليثيوم والمغنيسيوم، والزنك بيتفاعل مع البروميد والايودايد، لكن الميركوري بيفضل انه يتفاعل كامالجم مع الصوديوم مش لوحده. فنلاقي مثلا ان ال CH3 ايودايد المثال الايودايد بيتفاعل مع ال HGNA امالجم، ويدينا على طول ان الميركوري هيخرج الايودايد من مكانها ويرتبط باتنين من CH3 وينتج لنا ال NAI. بالنسبة للصوديوم بيبقى عنده مشكلة ان الصوديوم highly reactive، فالأورجانو صوديوم كومباوندز اللي ممكن تتكون بتتفاعل مع الايثر والأورجانيك هالايد. تمام. طبعا الصوديوم او الليثيوم الاثنين هيتفاعلوا مع الايثر والأورجانيك هالايد، لكن الليثيوم بيتفاعل بالراحة slowly، لكن الصوديوم مشكلته ان هو react rapidly معاهم، وبالتالي لما بيتفاعل مع الداي ايثايل ايثر بيخليه مش موجود كسولفنت، فدي مشكله بالنسبه للصوديوم. كده احنا شفنا نموذج لاستخدام الفري ميتال مع الالكايل هالايد لتكوين اورجانو ميتاليك كومباوند. هنيجي ناخد الطريقه الثانيه، وهي تفاعل الاورجانو ميتاليك كومباوند مع اسيديك هيدروكربون. يعني احنا بنجيب اوريدي اورجانو ميتاليك كومباوند ونفعله مع اسيديك هيدروكربون. طبعا الالكاين الهيدروجين هنا سهل جدا انها تخرج، فالالكاين عنده اسيديك كاركتر. طبعا اسيديتي اوردر بتبقى الالكاين اكتر من الالكين اكتر من الالكين. تمام. لان خروج الهيدروجين هنا اسهل بسبب ان الكربون هنا عندها SP hybridization، فعندها الاس كاركتر عاليه، فبيسهل خروج الهيدروجين منها. فلو جبنا أورجانوميتاليك كومباوند زي الجرينيارد ريجنت وفعلناه مع أسيديك هيدروكربون زي البروباين، تمام، على طول هتخرج ال HD بسهولة، وتبتدي ال MG ترتبط بالكربونة اللي كان عليها الهيدروجين. تمام. ويبتدي يكون لنا أورجانوميتاليك كومباوند جديد. بالنسبة للطريقة الثالثة اللي بنفعل فيها الميتالز مع كربونايل كومباوندز، هناخد مثال عليها تفاعل ميثايل مغنيسيوم أيودايد مع الفورمالدهايد. تمام. وهنلاحظ هنا ان المغنيسيوم هيتنقل من الكربون للمور الكترونيجاتيف اتوم. ادي الايكويشن عشان تبقى واضحه. ادي الميثايل مغنيسيوم ايودايد وبيتفاعل مع الفورمالدهايد، هنا الاكسجين مور الكترونيجاتيف فسحبت شارج ناحيتها. تمام. فالمغنيسيوم هيتنقل من الكربون
اللي عليها نيجاتيف تشارج، تمام، وهيروح للمور الكترونيجاتيف اتوم اللي هي الاكسجين، تمام. وطبعا الكربون بتاعتنا اللي كانت في الاورجانوميتاليك كومباوند اللي احنا بدأنا بيه اللي هي النيوكليوفيل عايزه تدور على مكان فيه بوزيتيف تشارج، فطبعا هتروح ترتبط مع الكربونه اللي شايله بارشيالي بوزيتيف تشارج، ويبتدي هنا يتكون لنا نيو كربون كربون بوند. ودي من الاشياء المهمه ان احنا نقدر نحضر كربون كربون بوند، طبعا باضافه ميه وشويه اسيد بسيط على طول هتخرج الام جي اي ويتكون لنا عندنا الكول، وطبعا زودنا التشين بتاعت الكربون في المركب بتاعنا. ودي بتدينا ميزة ان بمجرد ما نغير الكربونايل كومباوند اللي احنا بنبدأ بيه بنقدر ان احنا نكون مركبات تحتوي على كربون تشين اطول من اللي بدأنا بيها. في الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد النوع التاني من الميثودز اللي بنستخدم فيها ميثال سولتس، وهنتكلم على انواع الرياكشنز الموجودة فيها ان شاء الله.